مرحبا. مع انتشار فيديو الإعلامي مارسيل غانم من هيلة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد كتار دخلوا تويتر ليعبروا عن رأيهم بالموضوع أو ليمزحوا وينشروا تعليقات ساخرة ليصير من جديد اسم مارسيل غانم ترندنج على موقع تويتر، اختلفت التغريدات بين يلي كان من رأي زينب أنه عاد يومين وبينسوا وبيرجع حضرته الإعلامي الأول هيدا البلد هيك، نحن شعب مخدر مننسى بسرعة، ويلي ما أعجب بيلي شافه مثل الزميلة لانا مدور يلي كتبت: أذكر لما كنت صغيرة وأحلم بدخول مهنة الإعلام وكان مارسيل غانم مثلي الأعلى، هاشتاج الخيبة. بعد ما وقف موقع يوتيوب قناة اسمها توي فريكس اللي هي من أكثر المحطات يلي عندها متابعين على الموقع بسبب المحتوى الغير مناسب للأطفال، من جديد وقف يوتيوب من بين 50 شانلز، شانل روسية كمان بتنشر معلومات لصحة الأطفال وغذائهم، وكانت تضم نحو 10 ملايين مشترك، والسبب هو محاربة الأطعمة السريعة وانتشارها، فالقناة عم تزرع عن غير قصد حب لهالأنواع من الأكل، وحسب ما قال الموقع عم تنتهك مبادئ المجتمع. وبننهي أخبارنا مع فيديو مضحك تداولته مواقع التواصل بالبلاد العربية لامرأة سعودية هي عم تتزلج على المياه يلي سببتها الأمطار الغزيرة بجدة. ليرجع يسجل سعوديين آخرين نفس الفيديو ويحولوا الكارثة إلى وسيلة ترفيه وتسلية. لهون منكون وصلنا لنهاية ترند اللي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا.